مشينا يا سلطان ونمشي خصحت المجالس هذا نروح انا تبي تجلس خلينا نجلس خلاص انا لا والله ما تروح تخليني اجلس انا قلت خلاص انا عندي انت تكلمت كلونا يا اخي دقيقه يا اجلس يا اخي انا بروح انا بروح اصلي بروح اجلس خلنا نسولف ها اجلس خلنا نسولف القلم ذا من وين هذا من عند ابو سعود اي لا خلاص بجيكم هناك ايوه هذا يعني هذا مقامه مقام ابو استاهل انا دائما اقول مع الشيبان هذا ابو سعود السهلي اهدى علي القلم ذا طبعا اخيرا عرفت ان الاسم اقراه كارتير هي الله واللي يدربكم شو اسمه يمرنكم كشت انت شفت شو اسمه كشت الكوتش كلها سوى لا المعنى واحد الكوتش والكشت الكشت خطا الكوتش الكوتش قول الكوتش ايش شو اسمه خله شوف كارتير شو اسمه اللي يمرنكم كارتير اللي يمرنكم شو اسمه كارتير كارتير اللي يمرنكم لا طيب انت قلت بجلس اجلس الله يهينك يعني. يا اخوي ترى قسم بالله العظيم اني جالس معك وانا راجد راجد اي راق راقد 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 ومتعه عافي كل ما شاء الله كل ما شاء الله عشان اطلعك الكرم كل ما شاء الله انت اول انت اللي يقول ما شاء الله لا انت تقول ما شاء الله انت اللي اول ما تكلمت خم اللي بينظر كنت مصدق انك تنظر والام العود لو جبل اعوذ بالله ما شاء الله ما شاء الله انت ما شاء الله قول ما شاء الله انت قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله البريتي ما شاء الله تبارك الله يا محلي يا ليل ابو لمبه يجلس يا ابن يا اخي ترجعني هيدي ترجعني هيدي على ابو فهد وصلنا الى نهايه خلنا تعال هنا وصلنا الى نهايه فقرتنا اللي هي السجن ونلتقيكم ان شاء الله غدا في فعاليات والامور طيبه السلام السجن